بديت باسم الإله لمحي بالتبسيمة بشراف وجه الصحاب الله يدوم هديمة سول أصبحكم بالخير سول كونك فالخير أعلى المشي والعاب ما تسنى. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة نجاة سورية. لهذا اليوم الفيديو تاع اليوم راح يكون عبارة عن وصفة راح تكون بالنسبة لشهر شعبان، هي الأخرى، وننتقلوا من بعدها إن شاء الله لوصفات الرمضانية. ورمضانكم بالصحة والهنا، وكل عام وأنتم بخير وتصوموا بالصحة والهنا يا رب. إذن كما راكم تشوفوا الوصفة تاع اليوم هي عبارة عن رشتة، راح تكون بالتفصيل الممل. رشتة إن شاء الله ديروها هذا الويكند، آخر ويكند لشعبان ديروها ونستفادوا مع بعض. كما راكو تشوفوا هنا حنسبق كيفاش نديتاي أو جفي ديتاي كيفاش نبداو رشتة. كما راكو تشوفوا هنا كانت عندي كونجلي، دونك لافي يعني دي كونجليتها، وكان بزاف كي كونجلي دي كونجلي ورشتة يكسروا فيها يتو نو فوالا هاي لا ميثود. يخليو لو باكي كيما راه، قطعوا هذاك الساشي وخليو لو بلوك حقتك حتى الغد من داك باش هكذاك ما تفتتش. هاي ليك غد من داك، شوفوا كيفاش وحدها وحدها قعدت هكذاك. كي تشري ورشتة تاني سي تري امبورطون، دوك على بون ليديال سي الواحد اللي يخدمها في الدار. الله الله ما كاش كيقد واحد يعني صنعت يديه، مي دوك انا كامل خدامات وما عندناش الوقت وكذا وملهي وكل شيء يتباع. بوركوا با وشنو كون فوز اشتي فو ايسي داشتي لا بون كاليتي، ما تشوفش هذيك الخشينه، ما تشوفش هذيك الاندستريال، هذيك اشريو على قدر المستطاع اللي مخدومه باليد اللي مخدومه في الديار. هنا كنت تشوفوا اني شمختها كيما راهي هكذا، ندير فيها غير بالزيت. هذه سوقيه شيتها من السوق، بصح خيرتها شابه رقيقه. هنايا راح نفورها باسكو راهي رقيقه، مانيش حنشمخها توت سويت، دونك نفورها اولا ندير لها شويه زيت. انا سمحوا لي نخدم بيد وحده باسكو اليد الاخرى كنت شاده بها البورتابل، دونك ما نورمالمون بزوج يدينا. تحليها مليح يدك دائما معمره زيت، رشتة تحب الزيت على قد ما هاد الطبق سهل وبسيط على قد ما هو راقي، طبق تقليدي عاصمي يعني بامتياز باغ اكسيلونس. راح ان شاء الله راح يعني خاصة الرشتة هادي راح لا صوص لي سامبل، مي كاين بزاف لي كي نغيوسيس با لا بريباراسيون تاع الرشتة اون الميم تعجن لهم ولا ما يعرفوش يخيروها ولا دوك. ان شاء الله نسيي نحاول نبسط الامور على قدر المستطاع. بعد التفويرة الاولى شوفوا دوك هذاك الزيت انا حنخلط مع هذاك الماء اللي به نرشو به رشتة. رشتة ما تشربش الماء بزاف كيما الكسكسو، لازم تردوا بالكم غير بالعقل، خاصة الا كانت رقيقة كيما راكو تشوفوا فيها. هايليك دابور الملح بيان سور، ونبدا نشمخ بالماء والزيت هذاك. وشوفوا راني نستعمل في هذيك الفرشيطه هذيك، شوفوا بتاع الحطب تاع اللوح، وبيدي طبعا نورمالمون زوج يدين كما قلت لكم. اعتذر لان اليد الاخرى كنت شاده بها الهاتف. يلا نبدا نشمخ هنا غير بالعقل ونسعفها. شوفوا هاي ليك الطريقه، معليش لازم تكونوا باسيونت شويه معايا لاني لازم هنا تفاصيل مهمه جدا. رشتة قلت لكم على قدر ما هي بسيطه مي تري تري ديليكات، طبق راقي جدا نستعملوه في افراحنا في مناسباتنا. انا شخصيا ما نشريش عندنا بورتوكي رشتة، دائما نحاول نشريها يعني انتقيها يعني بمعنى اتمن معنى الكلمه، ولا نروح كاريمون نضربها اللي هو نشريها من البليده ولا من القليعه ولا هما اللي ناسها ويديروها بالطباع ويخدموها ما شاء الله. كيش ما رشتة نخليها تشرب شويه. وهاونيك المكونات تاع لاصوص كما راكم تشوفوا، لفت بصل احمصه دجاج فلفل كحل ملح قرفه زيت وشويه زبده ولا سمن. انا نحب الزبده، اللي تحب دير سمن ماشي مشكل. الدجاج راح نديرو بطريقه دو فاسون سكو بالسيف عليها كيما نقولوا تجيكم بنينه. هنا عفوا كنت نسيت ما حضرتش القرفه، قرفه عود وقرفه مطحونه، واني حندير هنا شويه زنجبيل. بيان كو الوصفه الاصليه يا بنات ما يديرلهاش زنجبيل،
يديروا غير القرفه في الكحل، بصح حنا لي فوائده نديروا شويه برك باش ما نحيدوش على لوغو انيسيال. قلت لكم راح ندير لكم الدجاج لاصوص، حنوجدها لكم بطريقه يعني فريمون تاع بالسيف تجيكم من هنا، سي سكون ابل ماريني لو بولي، هذاك كما يديروا في العراس، كما يديروا في المناسبات. الا كانت عرضه ديريها هكذايا، ديريها لافاي، ديريها ساعه من قبل، ديريها صباح بكري، صدقوني تجي يا اون ديفيرونس، تحسوا كاينه اون ديفيرونس. طبعا اللي ما عندهاش الوقت تقدر دير عادي تقليه كيما مالفين، ماشي مشكل. دونك هنا البصل، البصل بزياده لازم البصل باش تكون لاصوص شابه وثقيله وعقده. البصل ندلو توابل اللي هما فلفل الكحل والقرفه، وهنا قلت لكم اكسبسيونيل مو حنزيد شويه زنجبيل، بيان كو الوصفه الاصليه ما فيهاش زنجبيل لفوائده الصحيه. معليش نديروه القرفه عود من بعد نديروها في لاصوص. دوك هاد الشرو لا مارينات تاعي ندير فيها هذوك طريفات تاع الدجاج تاعي، نوسيهم كامل، نحكم هنا لازم نستعمل يدي. طبعا نملح دابور باسكو الدجاج صامط على بالكم، و هذاك الدجاج كامل نطليه بهذيك البصل بهذيك لا بتيت مارينات ديالي باش يجي بنين ويجي قلبو بنين، وكل ما يتشرب كل ما يعني يبطى كل ما طبعا يجي بنين وبنين. يعني انصحكم كي تكون عندكم وليمه ولا عرضه ولا ديروها، قلت لكم راح تلاحظوا الفرق. دونك جو بريبار ما مارينات هكذا. هي نورمالمون يا بنات هذه الخطوه درتها قبل ما نبدا الرشتة، سبقت فيه حطيته بجهه فريجيدر، ومن بعد رحت انتقلت للرشتة. نعاود نوليو الرشتة ديالنا بعد ما شمختها خليتها شربت شويه، جو في لا كونترولي نشوف هاي لك دوك راني نستعمل في يديا بنزوج، شوفوا كيفاش تسعف غير بالعقل، حليها غير بالعقل. الا كاش عقده حليها غير بالعقل بالماء، ما تكثروش الماء. طبعا الا كانت رشتة شابه وحدها وحدها تشرب من يعني في هاد المرحله اللي تبان اسكو سي دو لا بون كاليتي او با، غير بالعقل تسعف. فوالا خطوه مهمه جدا جدا، معليش اون فاس اتاردي سور سا باسكو سي امبورطون، سي اون ايتاب تري امبورطون. هنا يعني شفت بلي لازم لها نزيد لها شويه ما راح نزيد غير بالعقل، دوتون بلوس كما قلت لكم هاد الرشته رقيقه، دونك لازم تسعفيها غير بالعقل. وكي تشوفوا هايلك، شوفوا كيفاش تدربت بين صبعتين هكذايا. معليش للمبتدئات لازم يتعلموا هاد الخطوات، واللي يعرفوا على بالي بلي الفون سونوي مي معليش نسعفوا. فوالا شوفوا اون بلوس، شوفوا كيفاش بياطت، كي تبيط سا فو دير كو راهي شربت وراهي مليحه. نزيد نخليوها ترتاح شويه، نغطيها ونخليها ترتاح شويه، ونروح نكمل التقليه تاعي لاصوص تاعي جو لا بريباري. قلت لكم كاين اللي تكون دو موفيز كاليتي رشته، كل ما دير لها المرقه ما تشربهاش، تقعد مزرسقه، تقعد هكذاك عميه برك، تقعد المرقه في التبسي هكذاك هي من الفوق، سا سي دو لا موفيز كاليتي، فو با لاشتي، فو با لاشتي سكون ابل لا دي لي بات اندستريال. بون الوغ اون باس لا صوص، مرقه مرق ابيض عادي كيما مولفين، شويه زيت شويه زبده ولا شويه زيت شويه سمن، انا نفضل الزبده اختيار. نحط هذوك الطريفات تاع الدجاج تاوعي يتقلاو، ونحط عليهم هذاك البصل. طبعا انا خليته شويه يوسي في هذيك الزبده والزيت، ونحط البصل تاع التقليه تاعي. ما نقولكمش في هاد المرحله الروائح العطره كانت تقلى، ما نقولكمش. دونك اون سون لا ديفيرونس كوميم، سبحان الله هذاك البصل كي يتشربوا الدجاج وكي فرانشمون سي انكرويابل. هنايا ممكن في هاد اللحظه تزيدي شويه توابل، كيما هنا نزيد شويه قرفه والعود تاع القرفه اللي كنت نسيتو حطيتو هاوليك، درت نص برك يتحبد. الا كانت كميه كبيره ديري عود كومبلي،
نخليوه يتقلى بغرضه، ما تقلقوش عليه، لازم يولي هذاك الدجاج في زيتو. لازم البنات التقليه هي السر النجاح تاع لاصوص بلونش. هنا نحرك وراني نشوف باللي تقلى مليح الدجاج، ودوك ندوزو المرحله تاع التمريق الحميصه. طبعا التمريق انا الى شفيتو ليان هذا اللي درنا فيه لا ماريناد، شليه سبقي فيه، شليه بيان باش كامل هذوك لي سافور هذوك تاع تاع لا ماريناد يهبطوا. وتانيك حتى داك التبيتشق لي ميكسيت فيه البصل، تانيك جو با لغاتي، تانيك نحط فيه شويه ما نشلو كامل طبعا البصل تاع الكو كامل راهو تم، ونكمل التمريق تاعي عادي ونملح. اي كوم فو مو كونيسي نورمالمون جوتيليز لا كوكوت، نغلق على لا كوكوت بوندون 20 مينوت ماكسيموم بور لو بولي، 15 دقيقه بالنسبه للدجاج. فوالا ما بين 18 الى 20 دقيقه، عفوا 20 دقيقه ماشي 15، معذره. اذا وهنا طبعا نملح قبل ما نغلق، طبعا كل ما تزيدي الماء شوفي عسي على الملح، ونغلق الكوكوت تاعي كما قلت لكم لمده 20 دقيقه. بعد ما خلصت 20 دقيقة راهو طاب، يستوى الدجاج، نحيه باش ما يتحرحش، حطيه بجهة، صفيه كامل باش نجوزو لا دوزيام ايتاب اللي هي نزيدو الخضروات اللي عندي. تجدر الإشارة انه هنايا انا درت اللفت، لانه وقت اللفت تندر ثاني بالقرعة ولا تخلطي القرعة واللفت، مي الاصل تندر باللفت، اصل الوصفه هي باللفت، لكن ماشي ما فيش حرج الا درتي الاثنين او القرعه وحدها. كي تكون ديفا يخلص وقت اللفت ولي عاصيه فو ميو فيغ دانيك ديري لي كورجيت تكون هكذاك طريه ايتو. انا خليت هذاك الصدر باسكو شفتو بلي محتاج يزيد يطيب شويه. هاي لك اللفت قطيها قطع شويه كبيره كمان باش ما تحرحرش. فوالا مي لا جو با فيرمي لا كوكوت يعني كومبليتمون، ما نديرها ك شغل طنجره عاديه ماشي طنجره ضغط، باسكو اللفته لي فراجيل وتمتم الطيب. فوالا وطبعا الملح بعد ما طيب اللفت نمرق عادي. اي فوالا والمرقة راهي واجدة. نعاود نولي الرشتة ديالي اخر مرحلة، هاي ليك شربت مليح. فوالا نروحو دوق شوفو كيفاش، ما تحرحرت ما تعقدت ما باسكو ساعفناها، والزيت الزيت هو دواها تاني. اخر مرحلة قبل ما تفور شوية زيت في اليد ونحطو في الكسكاس. التفويره الاخرى جامي ما تفوري كما شغل حد يدير طعم، توجور تفور غير بالعقل، سي تري ديليكا. وزالي فوغ هنايا بلي ندير في الكسكاس غير دي بتيت كونتيتي، ميم في العراس ايماجيني هكذا يديرو دي بتيت كونتيتي باش ما تتعجنش باش ما تفسدش، سي تري تري ديليكا. فوالا راكو تشوفوه كلش باليدين غير بالعقل، بصبعتين والزيت وكدا. ها هو الكسكس تاعي كيف كيف، شويه زيت فوالا، و توجور الزيت تاعك تحطيه فوق كسوا كسكسو كسوا رشتا، توجور الزيت يقطر فوق باش ما نضيعوش. ونوسي باغ قلت لكم par petite quantité تفور. هاي لك هنا راح نحبس هنا نص كسكس، ميم با نص غير بالعقل، خذي وقتك معاها باش تكون نتيجة شابة.
بعد التفويرة الأخيرة هنا يا رح ندهنها. أنا نحب ندهن بالزبدة. تحبي مرقارين كاين يديروا سمن، ولا أنا شخصيا هنا دت مرقارين، مي هذاك اللي تجي مخلطة بالزبدة. وفي هذه المرحلة رح نضيف أيضا ينلوش تاع المرقة، يعني كما نقولوا هاوليك شوية مرقة فوالا، وشوية تاني وشوية هاد يعني اللمسة تاني رائعة اللي هي شوية مظهر. وي مشيخ الناس، كاين الناس في العرس هم يهايد اللي يديروا هاد اللمسة باش ما تجيش تقهم، باش تجي خفيفة وتجي تريح شابة شوية برك. هاكو تشوفوا غير الشابرك ماشي قال، شفتوا كيفاش رشيت غير بيدي برك، هايلك وتتسعف بلا عقل. هنا تاني هاد المرحلة خليها شوية تروح لها داك لافابور الكبيرة هذيك فوالا. راني ندهن فيها عادي اي نورمالمون الرشتة تاعي راهي جاهزة للاستعمال. ونجوزو للمرحلة تاع التسقية فوالا. هايلك كيفاش تسقيها، ترفديها غير بالعقل، طبق راقي، طبق رائع، طبق عاصمي، يعني كما نقولوا تاع الحطات. هايلك شوفوا كيفاش جات مزربعه، ما فيها عقده، ما فيها تعجين، ما فيها والو، بخطوط تخي تخي فين، شوفوا شحال رقيقه. ونروحوا دوق نسقيو التبيسي تاعنا فوالا. حبيبتي هاوليك اللفت الجويجه واني نسيت نسقي المريقه. شاهدكم في الجنه، ما نقولكمش الروائح اللي كانت. كنت هنا ديجا كنت درت ديجا سقيت شي مرقاس، ما هذه غرف ثاني هذا. وطبعا اللمسه الاخيره والاكيده لازم رشه القرفه هذيك، وهذه هي احلى رشته بالطبع والشان. الله الله على قانيها على الطريقة التقليدية الجزائرية العاصمية. إن شاء الله تجربوها وديروها إن شاء الله للعيد، ولا هاد الدغني ويكان تاع شعبان وفي مناسباتكم، وبالصحة ولهنا، وكل عام وأنتم بخير. وإلى الملتقى في وصفات أخرى في رمضان الكريم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.